المتحدة. معي رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. سيد عبد الرحمن مرحبا بك معنا. إذا استهدافات في سوريا أو استهداف لقيادي في حزب الله العراق على طريق مطار دمشق الدولي، لو كان لديك أي معلومات إضافية ما الذي نعرفه حول ما جرى؟ يعني نستطيع أول مساء الخير، نستطيع الوصف بالتالي: استهداف في ضاحية بيروت الجنوبية واستهداف في ضاحية دمشق الجنوبية وهي محيط منطقة السيدة زينب. الاستهداف كان على بعد نحو 5 كيلومترات من منطقة السيدة زينب التي تشكل الضاحية الجنوبية لحزب الله اللبناني والإيران وميليشياتها كحزب الله العراقي، حزب الله السوري والمجموعات الأخرى. هذا الرجل هو مسؤول عن إطلاق المسيرات باتجاه الجولان السوري المحتل من البادية السورية تحت مسمى المقاومة الإسلامية في العراق. كان يتلقى عند الساعة 5 من صباح هذا اليوم من أو إلى بين المقر والاستراحة الواقعة على بعد 11 كيلومتر من مطار دمشق الدولي. جرى استهدافه بصاروخ استهدفه بشكل مباشر لأن في السيارة معه كان شخص آخر مرافقه سائقه. أطلق الصاروخ الدقيق باتجاه أبو حيدر محمد الخفاجي الذي هو من منطقة كربلاء أو محيط كربلاء من أحد القرى، وقتل بشكل مباشر بينما الشخص الذي كان معه أصيب. وهنا يدل على شيء وحيد بأن إسرائيل هي ليست مخترقة من السماء فقط، هي مخترقة على الأرض في سوريا. ودعني يعني لا أخفي سرا أن النظام لا يعلم من هو الخفاجي ولا يعلم بأن هناك استهداف سيارة من قبل المسيرة الإسرائيلية، ولم يعلق حتى اللحظة على ما دار داخل الأراضي السورية على بعد بضعة كيلومترات من العاصمة دمشق. لذلك أقول بأن هناك تحرك لهذه الميليشيات داخل الأراضي السورية دون أن يكون النظام على علم بأي شيء يدور داخل الأراضي السورية من قبل هذه الميليشيات التي لا تثق بالنظام ولا النظام يثق بها. إذن الحكومة السورية أو النظام السوري كما تصفه رامي معزول تماما عن هوية وأعداد وأساليب عمل هذه المجموعات المسلحة على الأرض، هذا ما أفهمه من كلامك؟ بشكل كامل. حتى يعني لاحظ عندما كان هناك في 8 من الشهر الجاري عندما كان هناك إنزال إسرائيلي في مصياف لم يعلق النظام على الإنزال الإسرائيلي على الإطلاق، ولم يتحدث عن ما دار في تلك المنطقة سوى الاستهداف وسوى سقوط ضحايا من السوريين. ما دون ذلك هناك غياب كامل. وأيضا في قضية الخفاجي، يعني أنا تواصلت مع المتعاونين معنا من داخل النظام، قال نحن لا نستطيع الاقتراب من تلك المناطق، شاهدنا سيارة تحترق عند 5 صباحا، إلى أن يعني بمصادرنا توصلنا بأن السيارة لحزب الله العراقي وأن المستهدف هو أبو حيدر وأنه مسؤول عن إطلاق المسيرات. أي أن النظام حتى في المناطق القريبة لا يمنع عليه الاقتراب من هذه المناطق كي لا يتهم بأنه هو يعطي الأحداثيات لإسرائيل. ولكن هناك من أعطى أحداثيات هذا الرجل لإسرائيل حتى تمكنت من استهدافه بصاروخ مباشر عندما كان يتحرك عند الساعة 5 صباحا. كل هذا يمكن أن نضعه رامي عبد الرحمن في إطار ما يجري في جنوب لبنان وما جرى في الضاحية الجنوبية لبيروت، أليس كذلك؟ كل ذلك مترابط، المشهد واحد تقريبا، المشهد واحد من مصياف إلى ما جرى في ضاحية دمشق الجنوبية إلى ما يجري عند الحدود السورية العراقية وتحريق المسيرات الإسرائيلية التي لا نعلم من أين تصل إلى تلك المنطقة، إلى كل ما يدور داخل التراب السوري وأكثر من ذلك حقيقة الأمر، إلى تحركات يقوم بها الجولاني الآن استعدادا لفتح معركة على قوات النظام في حلب وإدلب في حال كان هناك اجتياح إسرائيلي للجنوب السوري. شكرا جزيلا لك من كوفنتري في المملكة المتحدة رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.